السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واخواتي. نشوف شو فوائدها، اول شيء بالنسبه لنا السكريين روعه روعه، ليه؟ مؤشر غلايسيمي 20، شو بدي احسن من هيك؟ ما بترفعليش السكر. قيس لي اياها مع الخبز 75 او 78 او 80 حسب النوع. النشا 7 غرام، قيس لي اياها مع 73 او 78 بالخبز. الياف 3 غرام. سكر 1.5 غرام. هاي تصلح لنا ولا ما تصلح؟ اي صدقني باكلها كل يوم ما عنديش مشكله ما عندي مشكله فيها نهائي تقويه جهاز المناعه فيها فلافونايد وفيها زي ما قلت الماده الهلاميه تقوي جهاز المناعه بشكل ممتاز تحمي من الالتهابات وخاصه الدماغ خاصه الماده الهلاميه هي فيها مواد لا تعد ولا تحصى تحسن صحه القلب بتساعد في صحه القلب فيها الاكسيدات النيتريك النيترايت اللي هي بالانجليزي نيتريك اوكسيد بتساعد في خفض ضغط الدم ممتازه للي عنده ضغط أه وتحافظ ايضا على راحه المعده بيطلع لي واحد بيقول لي طيب انا لما اكل باميه بتسبب الحرقه يعني معلش عدم المؤاخذه هي مش الخبز اللي بيسبب الحرقه ولا الزيت النباتي اللي مطبوخه فيه بتسبب الحرقه ولا الصلصه المصنعه الباميه ما بتسبب الحركه، الباميه اطلاقا ما بتسبب، بصير عندك حركه اقول لك كلك قطعه باميه نيه، شوف يعني اذا بصير عندك حركه حاسس الهارد بيرن هذه حركه عاليه هات عرق باميه حبه باميه وكلها نيه وشوف بعد نص ساعه ساعه الزمن شو بصير فيه بتروح هذه كلها بتروح ممتازه جدا الحركه. طبعا بتقلل الامساك وعندها بتعمل ليونه للجهاز الهضمي برضه عشان الماده الهلاميه عشان الماده الهلاميه برضه الماده الهلاميه شو بتساوي هاي هاي بتروح الماده الهلاميه تشتغل شغلها زي المراره يعني بتروح الكوليسترول الزياده بتسحبه وبتخرجه مع الفضلات ما في داعي لذكر الكلمه لكن هاي الماده الهلاميه بتروح بتسحب الكوليسترول يعني بيلزق فيها وبتطلعه مع ايش مع الفضلات اللي بتخرج من الجسم ممتاز جدا ممتازه جدا لصحه العظام خاصه انه فيها الكالسيوم وفيتامين كي حتى لو انه كان كميته يعني مقبوله. حمض الفوليك اللي موجود فيها ممتاز ومهم جدا للحامل لانه بعزز خلايا تكون الجنين وبقلل من التشوهات. احد افضل الاطعمه او الاغذيه للحميه وتخفيف الوزن، ليه؟ نشا واطي، الياف فيها يعني تقريبا نص النشا. ما فيهاش سكر. مغذية جدا فطعام جيد ومفيد جدا للي بده يخفف وزنه كيف تتاكل كلها مسلوقة لكن لما ناكلها مسلوقة إذا ما معها زيت أو دهون انحرمنا من شوية من الأمور اللي فيها طيب ليش هاي فيها فيتامينات ومعادن ومواد فات ووتر يعني تتحلل بالماء وتتحلل بالزيوت أو الدهون فإذا أخذناها مسلوقة فقط في تقريبا معظم المواد اللي بتتحلل بالدهون فقدناها راحت ما استفدناش منها بدنا دهون عشان ناخذ الكميه الكامله ممكن ناكلها نيه مع السلطه تنفرم وتاكل مع السلطه عادي بس زي ما قلت حط عليها ايش؟ زيت زيتون ليه؟ عشان تاخذ ماء المواد اللي بتتحلل بالماء والمواد ايضا اللي بتتحلل بايش؟ بالدهون فنكون اخذنا هاي وهاي فاذا بدنا نعملها على السلطه نحط شويه زيت زيتون وناكل ان شاء الله ونستفيد منها طيب شو بالنسبه لمنقوع الباميه؟ يعني بقولوا نحط الباميه للصبح او كذا ونشربها بتخفف السكر وبتنزل السكر، اه ماشي، بس قديش بتخففه؟ ما حدا بيعرف، انا ما بدري بالنسبه لي لانه جربتها مره او مرتين وجدت انها بتنزل السكر، بس يعتمد لاني ماشي على حميه. مش نقول اني بدي اكل خبز واكل رز واعبي بطني واشرب كاسه منقوع الباميه وخلص راح ينزل السكر، ما بصير نقول هيك. يعني. فكل واحد حسب جسمه كل واحد حسب ما هو متعود لكن بالنسبه لمنقوع الباميه زي ما قلت بدك دهون عشان تاخذ الفائده من الباميه كل الفائده بدك دهون عشان هيك اشهر وافضل طبق عندنا اللي هو الباميه باللحمه بيكون مليان دهون ليه؟ عشان ناخذ كل الخلاصه اللي موجوده في هذه الخضار الان بدنا ناكلها بخبز ممنوع منع بات ما تقول لي بدي اكلها بخبز لانك ايش بتسبب مشكله لنفسك مشكلة يعني كانك يا ابو زيد ما غسيت، يعني شو سويت؟ بدي احافظ على السكري واروح اغمس الايش؟ الباميه بالخبز، لا ما في. وهي في فيديو موجود روح شوفه شو حقيقة الخبز، شو هو الابيض ولا الشعير ولا الشوفان ولا القمح، كله موجود. طيب كيف نقولها بدون خبز؟ سهلة، غمس بخس. شو المشكلة؟ شو المشكلة نغمس بخس؟ واذا مش متعود على هيك راح تتعود صدقني. يعني في ناس بيسالني طب نعمل خبز كذا طب نحاول نجرب نسوي خبز الك... ولا جربت ولا بدي أساوي سويت خبز العدس عشان بس اشوف غير هيك ما ب... ما بلزمنيش. بطل يلزمني نهائي يعني كانه مش موجود الخبز وفي ناس بيقول ما بشبع لا بتشبع لما تعود نفسك بتشبع باذن الله بتشبع باذن الله في ناس عايشه بدون خبز في الغابات بتاكل لحوم فقط بتصيد بتصيد الغزال وبتشوي بتاكل بتاكل لحوم شويه خضره بس ما فيش ما عندهم في... مش خبز فاحنا نعود نفسنا بدون خبز اذا برضه مش قادر استبدل الخبز بالرز لكن مش نعبي طاسه شوف النسبه والتناسب يعني اكلت الرز هذيك النهار في فيديو الرز وتلاقوه موجود لازم تطبخ الرز بالطريقه اللي انا ذكرتها في هذاك الفيديو وتخفف النشا هذا الفيديو وتخفف النشا اللي موجود فيه ويعني خمس معالج سبع معالج ست معالج بالكثير من الرز بعد ما تطبخه بالطريقه اللي موجوده في الفيديو تكون كمية البامية أكثر ثلاث مرات من كمية الرز يعني إذا بدنا نحط خمس معالق بدك تحط عشر معالق بامية يعني كأنك بتأكل بامية بس عشان تشبع بسرعة وعشان تملي بطنك حط شوية رز ما في مشكلة ولا تعملها عادة مرة بالأسبوع تأكل رز أوكي شو أضرار البامية اللي بأخذ أدوية الضغط يسأل طبيبه يستشير طبيبه ليه فيها مواد كت ممكن تتعارض قد تتعارض عشان اقول بالفصحى عشان ما يعلقوش علي يقولوا هذا لا يتكلم بالفصحى قد تتعارض مع بعض ادويه التجلطات والدم اللي بياخذ يستشير طبيبه ممكن يخفف له ايش الكميه ممكن يزود له الكميه يقول له انا بحب الباميه وبدي اكل باميه لانها كويسه عشان السكري فشو رايك بالنسبه للدواء تخفف لي اياه ولا تزود لي ولا كيف يعني يستشير طبيبه الخاص وما تنسوا كل الفيديوهات اللي بعملها لا تعتبر استشاره طبيه خاصه هاي معلومات للتوعية قد تسبب الإسهال يعني اللي بيكثر باميا اللي عنده حساسية أو شيء أو بطنه ماشية وعنده المرارة بشغلها تمام ممكن تسبب له الكثرة منها عشان المادة الهلامية اللي فيها قلنا بتساعد وبتشتغل زي شغل أو كما تعمل المرارة كثرتها بتسبب الانتفاخ لمين؟ للي عنده حساسية الفريكتانز زي مادة زي اللي عنده حساسية القمح اللي عنده فريكتنس عدم تحمل لهي الماده قد يصاب بالانتفاخ والرياح والامور هاي فيدير باله ويخفف منها اللي عنده مفاصل يخفف منها قدر الامكان ليه فيها ماده السولانين ماده اسمها السولانين هاي بتساعد او بتسبب الم المفاصل وتزود الالتهابات اللي موجوده كثرتها احنا بنقول كثرتها لما تاكل باميه مره بالاسبوع ما في مشكله ما في مشكله ما مشاكل اما تسويها كل يوم كل ساعه وكل شيء بيزيد عن حده بينقلب لضده يعني كل شيء زاد عن حده ينقلب الى ضده اللي عنده حصوات كلى او مشاكل مع حصوات الكلى يبتعد او يخفف منها اود ان اشكر جميع ابطالنا افراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا الى هذه القناه اشكركم من اعماق قلبي واشكر ايضا كل من سينضم ان شاء الله واذا كنت بتشاهدني للمره الاولى معكم اخوكم الدكتور علي القاسم وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا منا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله راح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته